اكيد معظمنا بكون في تليفون التطبيق حق التمارين المنزليه ذاك، حق كيف تعمل سيكس باك في 6 يوم، بس هل كلنا عندنا الجسم الظاهر في التطبيق ده؟ انا غايته عن نفسي لا. لو جبت ورقه وقلم وكتبت فيها كل اهدافك وافضل الطرق لانك تحققها دي حركه، اما لو بجد بديت ونزلت تشتغل عليها ده فعل. لو فكرت انه تصنع محتوى على الميديا وخدت 20 فكره في راسك انه تعملها دي حركه، اما لو قمت على حيلك وبديت انك تكتب وتصور المحتوى ده فعل. يعني حاليا ده فعل ما فيديو. معظمنا بيخلط بين الحركه والفعل في حياته، وده سبب لناس كثيره جدا انها ما قاعده تنجز في حياتها. في تجربه عملها دكتور جامعي في جامعه فلوريدا للتصوير الفوتوغرافي، قسم الطلبه لقسمين، القسم الاول كلم انه الواجب انه تسلمه 100 صوره في نهايه الفصل الدراسي، وعلى اساس الكميه حيتم تقديرك، يعني مثلا لو صورت من 90 ل 100 صوره تقديرك ممتاز، لو صورت من 80 ل 90 معناه جيد جدا، وهكذا. اما القسم الثاني قال لهم تصوروا صوره واحده بس وتكون شبه مثالية، وعلى أساس الجودة حيتم التقييم. في نهاية الفصل الدراسي جاء الدكتور يشوف النتائج ولقى أنه القسم الأول عملوا كل الصور المتفقين عليها ويدونهم يتمرنت كثير جدا على التصوير وتعلموا من أغلاطهم وخاضوا تجارب تصوير كثيرة جدا، والمدهش من بين 100 صورة كان في صور شبه مثالية. أما القسم الثاني المفروض يعملوا صورة واحدة بس والمفروض أنها تكون شبه مثالية، واجهوا صعوبة كبيرة جدا ومعظمهم فشلوا في أنه ينتجوا صورة واحدة بس مثالية. سهل جدا انك تفشل في انه تتقدم في حياتك طالما انت بتفتش في خطة مثالية لانك تنجح. احنا بنحاول نفتش افضل طريقة عشان نعمل اي حاجة، لدرجة بننسى انه نحن مفروض نبدا نعمل الحاجة دي. الدائرة قولوا لك انه الفعل هو اللي بيخليك تتقدم خطوة لقدام، اما التخطيط المبالغ فيه بيخليك منتظر الفرصة المثالية وبدخلك في متاهة التسويف. ما تفهم كلامي غلط، ايوه الحركة مهمة بس براها ما حتديك نتيجة. ما مهم قريت كم كتاب في حياتك، بس هل انت بتطبق الكلام اللي بتقراه ده؟ معظمنا بخاف من الفشل، ما عشان هو خايف من الفشل في حد ذاته، لا هو خايف من انتقاد الناس له، عشان كده بخش في دائرة الحركة والتخطيط اللي بتديه شعور زائف بأنه بينجز، بينما هو في الحقيقة أنت ما بتنجز، أنت بتستعد لأنك تنجز. فبالله أنت لو عايز تبدأ أي حاجة في حياتك حاول كتر من الفعل وخلي الحركة توديك لقدام.